مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي على يوتيوب روز هيلث. فيديو اليوم مخصص للنساء الصبايا والمتزوجات، راح نحكي فيه عن فطريات المهبل. في داخل جسمنا نحن كنساء في عنا فطريات وعنا بكتيريا موجودة في حالة طبيعية بشكل متوازن. هاي الفطريات اسمها كانديدا البيكانا، وهي نوع من انواع الفطريات. طيب شو اللي بصير عنا في الحالة الطبيعية؟ بيكون في توازن بين هدول التركيبتين، لكن لما بصير في عنا اضطراب خارجي مثل اخذت مضادات حيوية او انا حامل او صار في عندي اي مشكلة هرمونية في الداخل، خربت هاد التوازن يلي بين هدول التنتين، فبالتالي رح يصير في عندي نمو غير طبيعي للفطريات، وهذا النمو غير طبيعي حيترك عندي اعراض وححس باشياء غير طبيعية في جسمي. طب لو احنا بدنا نكون دقيقين ونسأل حالنا، طب شو الاسباب اللي ممكن يخلي عندي هاي الفطريات تظهر؟ اول شيء انه نستخدم صوابين غير مخصصة لمنطقة المهبل اللي هي الصابون العادي، خربطة في الهرمونات، استخدام مضادات الحيوية او ادوية الهرمونات، العصبية، التوتر مثل فترة الامتحانات، وكمان اشخاص اللي عندهم او النساء اللي عندها سكري او في عندها مشاكل في المناعة كمان تظهر عندهم هدول الفطريات بشكل كتير كبير. طيب الأعراض شو ممكن تكون وين رح تطلع؟ رح يكون عبارة عن حكة عن شعور بالحرقان، رح تحس المريضة في ألم خلال التبول أو خلال عملية أو علاقة جنسية، حيطلع عندي إفرازات غالبا بتشبه شكل الجبنة أو القطن، وحيصير في إحمرار وانتفاخ في منطقة الشفرين الخارجيات، وكمان تحس هاي الأشياء بالداخل بعمق الرحم وكمان في الشفرات الداخليات والخارجيات. هلا مشكلة هاي الأعراض إنها إذا كانت جدا مؤلمة لازم نتدخل بهاي الحالة، غالبا لازم نزور الطبيب وحيعمل لنا عبارة عن استبيان احنا بنسميه ميديكال هيستوري او التاريخ المرضي، وبناء عليه ممكن احنا نتأكد باخذ عينة من الرحم وفحص بي اتش الرحم. بي اتش الرحم هو عبارة عن انديكيشن او دلالة نقدر نعرف اذا المريضة كان في عندها فطريات او اذا كان في عندها بكتيريا. ممكن اذا كنت متزوجة فيك تطلبي هذا التست وتعمليه عندك في البيت لحالك وتتأكدي قبل ما تزوري الطبيب. ممكن علاجها بيتم على اما عن طريق كريمات او تحاميل مهبلية، ممكن تشتريها من الصيدلية كـ OTC medication او عن طريق حبوب اذا كانت الحالة كبيرة. بالنسبة للعلاج خلال 5 أيام من العلاج حتشوفي النتيجة وحتتحسني، ويفضل بهاي الفترة الابتعاد عن الزوج او الشريك والابتعاد عن علاقة جنسية. ما في داعي زوجك ياخذ الادوية هاي اذا ما كان في عنده اعراض. دائما استشيري طبيبك قبل اي اجراء او شراء اي دواء من الصيدلية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتبعتوه لاصدقائكم. مع السلامة.